لذلك أنا أقول لكم شيئاً ومن نفسي وفي نفسي من قبل يعني بضع سنين، ربما إيه 3-4 سنين، لكن خايف لأنه طبعاً هذا ربما يعني يصموني يدمغني بالزندقة. أنا أعتقد الإسلام لم يبلغ ذروته ولا حتى مع جيل الصحابة، مع احترامنا لساداتنا وسادات الأمة الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن الصحابة أيضا كانوا أبناء ظروفهم وشروطهم وأبناء مراحلهم. بالعكس أنا اعتقادي وأحب أن أبرهن هذا، قد أعرضه في محاضرة أو كتاب أو خطبة. على كل حال أيها الإخوة، من غير تبجح، أنا أعتقد أن الإسلام لم يستنفذ إلا الحد الأدنى من أغراضه. يعني ما تتوقعوا الإسلام إيه ما شاء الله أوفى على الغاية، أوفى على الغاية، أعطوا كل ما عنده وبعدين بدأ يتراجع. وأبداً أنا أقول لكم الإسلام حقق أغراضاً له، ولكن الحد الأدنى من أغراضه. وبعدين أجهض هذا الإسلام، الأمة أجهضته، بنو أمية وبنو العباس والمماليك والعثمانيين واليوم وسلاطين اليوم استمرار أجهضوا هذا الدين يا إخواني، حرفوه، خنقوه، اعتقلوه، والأمة من ورائهم دون أن تدري المسكينة بخاصتها وعوامها. لا، أنا أقول لكم هذا الإسلام لم يفي إلا بأقل وعوده ولم ينجز إلا الحد الأدنى من أغراضه بإذن الله تعالى. ولسه مستقبل هذا الإسلام ليس خلفه. انتبهوا، تصور الأول السلف التقليدي يرى أن المستقبل خلف، انتهى. الإسلام أوفى على الغاية فيما مضى، نزع السلفية والتقليدية وتعظيم السلف وكذا أبداً، وعدم إتاحة فرصة حتى لفهم النص إلا بعيون السلف وحدهم، كأنه السلف أنبياء يا أخي. وأنا دائماً أقول لدينا نبي واحد، وكويس عندنا أبطال كثيرون، عندنا أبطال، بس البطل ما بصير نبي، صح ولا؟ أنت بطل بس مش نبي، مش نبي إلي، انتبه، تبقى بطل، عمر بطل، علي بطل، بس مش أنبياء أنتو، هم مش أنبياء، أبطال لهذه الأمة، أبطال عظماء، بخسهم وتحقيرهم حقارة في النفس، طبعاً، عدم وفاء، طبعاً عدم وفاء، هذه نفس مصابة بعقدة الضعة.